وفي مقابلة مع مركز الأخبار قال الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية فارس الكوهجي أن مملكة البحرين استعدت بشكل كبير لاستضافة وإنجاح هذه النسخة من المسابقة وتأمل باستضافة مسابقات أخرى في المستقبل. مملكة البحرين باتت اليوم وجهة رياضية عالمية تستقطب مختلف أنواع الرياضات من مختلف دول العالم، حتى باتت هي واجهة للرياضيين ووجهة أيضا لعشاق مختلف أنواع الرياضات. سأتحدث أكثر عن هذه الرياضة التي تشاهدونها خلفي الآن مباشرة، وهي رياضة الغطس العالي التي تستضيفها مملكة البحرين، وهي كأس العالم للغطس العالي، مع ضيفي على الهواء مباشرة الأستاذ فارس الكوهجي. حياك الله، طال عمرك. الله يحييك يسلمك. بصفتك اليوم كالأمين العام للجنة الأولمبية في مملكة البحرين، كيف تنظرون إلى أهمية استقطاب واستضافة مملكة البحرين لكأس العالم للقفز أو الغطس العالي؟ طبعا هي أول مرة نستضيف بطولة كأس العالم للغطس العالي، وإن شاء الله مو بآخر مرة. طبعا مثل ما تشوف اللاعب يقفز من 27 متر للرجال و20 متر للسيدات، ما في أي مكان حق أي غلطة اللاعب بيقدر يله إصابة. فطبعا نتمنى كل التوفيق والسلامة للاعبين المشاركين. طبعا 16 دولة مشاركة في هاي البطولة، وأمس الحمد لله بحضور سمو الشيخ خالد، وطبعا كان افتتاح رسمي للبطولة، وجميع اللي خلينا نقول التعليق اللي سمعنا من اللاعبين إن هاي أول مرة يشوفون افتتاح بهاي الطريقة. بس احنا للمواطنين هاي مو شيء غريب علينا، احنا متعودين ان نوحد البحرين في العالم وننظم من افضل البطولات والفعاليات. واللي شنو بعد يميز هاي البطولة، يعني طبعا اذا تشوف الورلد تريد سنتر الفاينانشال هاربر كل شيء يبين ابرز المعالم اليوم للبحرين، يعني ربما تكون تحت انظار مختلف دول العالم، خصوصا القنوات التي تهتم في الرياضات. ما هي اهميه ابراز هذه المعالم وابراز البحرين اليوم كوجهه للرياضات في العالم؟ طبعا الحين اي احد بيشوف اي لاعب بيقفز بيشوفون انه هاي مملكه البحرين، ومن تنظيمنا هاي بيعطينا يمكن باب نستضيف بطولات اخرى من حسن التنظيم. وطبعا احنا اوريدي صرح الرئيس الاتحاد الدولي حسين مسلم انه يفكر شنو بعد بطولات عالميه يقدر خلينا نقول يعطي البحرين تستضيفها من حسن التنظيم. فلان اللي سمعنا من اللاعبين هاي يمكن مثل ما خبرتك طال عمرك ان هاي من افضل تنظيم شوفوه للقفز العالي. فالحمد لله وهاي بعد ساعات احنا نكون علاقات دوليه في الرياضه من جانب الاستضافات البطولات العالميه. اللجنه الاولمبيه البحرينيه يعني كيف تنظر وما هو دورها في هذا المجال لاستضافه بطولات عالميه؟ طبعا اللجنه الاولمبيه خلينا نقول هي اهميتها ان تطور الكوادر لاعبين ومؤهلات لاعبين في الرياضه. وطبعا احنا تعاملنا مع الاتحاد الدولي، طبعا السباحه لعبه مهمه للبحرين، فعلاقتنا مع الاتحاد الدولي شيء مهم جدا في تطوير لاعبينا للدوره الجايه في لوس انجلوس 2028. وطبعا احنا علاقتنا مع الالعاب المائيه يعني علاقه قديمه لمملكه البحرين، قبل سنه ونص موقعنا مع البنك جي اف اتش والورد اكواتكس يبنون مركز تميز للتعليم للسباحه، والفكره ان الشراكه مع الجامعه والمسبح عشان خلينا نقول اللاعب يمارس الرياضه والدراسه في نفس الوقت، عشان اذا اللاعب ترك الرياضه للحين يكون عنده المؤهلات يمارس اشياء خارج الرياضه. فمهم جدا ان احنا نشجع الرياضي ان يمارس الرياضه بس في نفس الوقت ما يترك الدراسة. شكرا جزيلا. شكرا شكرا شكرا. إذن كما تفضل ضيفي هناك أهمية كبيرة توليها مملكة البحرين في مختلف الرياضات، وخصوصا الرياضات العالمية التي باتت اليوم مملكة البحرين والمنامة تحديدا وجهة لها من خلال استضافة هذه الرياضة بطولة العالم للغطس العالي.
بهذا الإنجاز الكبير الرياضي الذي تحققه اليوم البحرين، تسجل نفسها في علامة في خارطة العالم كعلامة فارقة في هذه الرياضة.